مرحبا، انا ميثم جواد، قائد فريق الوزيرة التطوعي. فريقنا تاسس من 7 اعضاء والان 30 عضو عندنا. قدرنا نحقق انجازات في فتره زمنيه معينه، قدرنا نديم للحدائق العامه منطقتنا. ببركه الشباب وجهود المنطقه وجهود الاهالي ما قصروا ويانا، قدرنا نحقق الانجازات. بعد ما شكل الفريق وبدينا بالحمله، العالم منطقه قامت تساعدنا، دائره البلديه قامت تجي تعطينا دعم هميه، فقمنا ننهض بالواقع مال المنطقه، تسجير، تقليم، مثل ما تشوف الستة حاليا نزرعها، رونق الوزير يرجع مثل ما كان قبل، صوت العصافير، طلاب تلعب هنا، طلاب كليات، الاهالي العصريه يجون، هاي فرحه تصير بداخلنا احنا اول شيء. الحمد لله والشكر، دعمنا ذاتي، جهود ذاتيه بمساعدة المنطقة تعاون معانا. غايتنا نساعد العالم، نساعد العوائل. كانت هاي مكب نفايات وما حد يطب لها. ان شاء الله احنا اعمالنا المنطقة كافة الازقة وان شاء الله كل الشوارع نسويها. فريقنا طبعا شبابي واعي مثقف، اغلبيتهم من حملة الشهادات. وبالاضافة الى ذلك اصدقائنا من غير مناطق حبوا يساعدونا وساعدونا. زين احنا كليتنا مستقلين، حابين هالمنطقة، عندنا روح الولاء للمنطقة وولاء للوطن كذلك. الفريق تأسس خلال شهرين وقدرنا نحقق إنجازات. إن هاي الحملة الثالثة، كانت لنا الحملة الأولى تطوير حديقة الزباء، والحملة الثانية تطوير جزرة وشارع من سايدين بطول 100 متر، والآن الحملة الثالثة تطوير حديقة حاتم الطائي ونجحنا بتطويرها، وإن شاء الله إن حملة رابعة تطوير المدخل الرئيسي زقاق 5 لمنطقتنا، وإن شاء الله نحقق القادم يكون أفضل. شفت هنا الشباب يزرعون وقلت أنا ليش خلنا أروح أزرع وياهم، وهنا أنا بديت أنا من الحملة الأولى إلى هاي الحملة الثالثة. أنا أحب منطقتي وأحب أزرع بيها ويا ذول الشباب الطيبين. أعمال الفريق المستقبلية تشغيل عملة الإنارة وصبغ الأرصفة وإدامة الحدائق والحفاظ عليها، وبتعاون الأهالي وشبابنا وإن شاء الله نحقق المستحيل. إحنا ما متفضلين أصلاً بعملنا هذا، إحنا عملنا هذا إلنا بالدرجة الأولى خلينا نقول وللمنطقة. وبالإضافة إلى هذا، أي واحد عنده رأي من المنطقة أو خارج المنطقة يبدي إلنا، إحنا صدرنا رحب ونستقبل كل آراء إن كانت جيدة وإن كانت مو جيدة، بالحالتين إحنا المستفادين عم نرتقي بعملنا بعد أكثر. رسالتي لكل المناطق وكل العراق، احذوا حذونة، عم نرتقي بالعراق كليته، فيصير عراق جميل. منطقتك يا خوش حكي احلى نحكي.